الفكرة بشوفها أنها غريبة. طيب هلا بدنا ننتقل لفقرة الأبراج. أول يوم وظيفة، كيف كل شخص بيتعامل مع زملائه ومع بيئة العمل اللي هو فيها؟ راح تحكي لنا زميلتنا آلاء كل شخص وبرجه كيف بيتعامل. صباح الخير آلاء. يسعد صباحك يا آلاء. صباحك يا فرح. طبعا عندك هون برج الميزان، احلى برج في العالم. انت اي برج بنحكي لك يا احلى برج في العالم؟ شطيكم طاقه ايجابيه. انا الحمل، وحكون معك صريح اذا اللي عم تحكيه ينطبق علي او لا. اوكي. وموضوعك جميل منه اليوم كمان، احنا اول يوم بالضبط، فلازم نشوف كل واحد فينا كيف ببلش شغله. يلا مريم احكي لنا ونقول مرحبا يا اصدقائي من جديد بفقره الابراج. اليوم موضوعنا بيحكي انه كل حدا فينا بس يفوت على الشغل لاول مره أو أول يوم بكون في عنده مشاعر مختلطة متناقضة أو متوترة حسب برجه، فهذا الإشي رح كشف لكم يا أنا اليوم. مفتاحك هو برجك. بنبلش طبعاً مع برج الحمل. برج الحمل بفوت فوتة الأسد على الشغل، يعني بفوته هو كتير متحمس وعنده اندفاع كتير عالي، عارف حاله من هون لشهر بالكتير هو رح يكون مدير، يعني ما راح يضل موظف عادل للأبد، لا أنا راح أكون مدير. فبصير يتعب على حاله ويشتغل على حاله أكتر ليوصل للإدارة. خلينا نطلع فاصل صغير وبنرجع نكمل أبراجنا وبنكمل مع برج الثور لحتى نشوف كيف بتصرف بأول يوم بدخل فيه على الشغل. برج الثور طبعا اكيد برضه بدخل باندفاع مثل برج الحمل وبكون متحمس كثير على الشغل، بس اهم شيء عنده الرتابه، اهم شيء ينفل الدروج للرفوف بالمكتب الجديد اللي هو اخده ويرجع الاوراق ترتيبها من اول وجديد والملفات لحتى يكون حاس حاله انه هو بيقدر يشتغل بسلاسه وبسهوله وعارف كل ورقه وين محطوطة بالضبط. بهم الرتابه بالشغل، بعدين ببلش يتعرف على طبيعه الشغل ويفهم شغله. بانتقالنا لبرج الجوزاء، برج الجوزاء زي الثور بحب الرتابة كتير وبحب الأشياء الحلوة بمكتبه، لكن بهمه يكون عنده مكتب خصوصي إله لحاله وإله باب، بتهمه خصوصيته كتير برج الجوزاء، لأنه بقول لك أنا بتجيني وقت بحب أشتغل على رواق، ما بدي حدا يفوت علي، ما بدي حدا يقطع علي سلسلة أفكاري، فأهم إشي عنده إنه يتسكر عليه باب مكتبه، بعدين ببلش يتعلم شو هي طبيعة شغله. بننتقل للسرطان. سرطان قريب شوي من الجوزاء، لكن أهم إشي عنده نظافة المكتب، تعقيمه، ترتيبه، يحط اكسسواراته، شمعاته مثلاً ما عندهوش مشكلة. بعدين ببلش يسأل عن التسلسل الوظيفي بالشركة لحتى يفهم الكل شو عم بيشتغل لحد بيوصل عنده الشغل، وقتها هون بكون ماخد فكرة عامة عن كل الشركة، بعدين ببلش شغله ويبدع فيه. بننتقل لبرج الأسد. برج الأسد ما له علاقة بكل الأبراج اللي أنا ذكرتهم هلأ، برج الأسد فايت عن جد فوتة الأسد، هو جاي بده يكون مدير، بس أنا جاي مدير عليكم. هو فايت بقولكم أنا عندي اقتراحات، أنا حدا قيادي سواء ذكر أو أنثى، أنا حدا بقدر أعطي أشياء وأفكار كتير حلو وإبداع، ليش بتحطوني مدير؟ فبلش يعطي أوامر وتعليمات من أول يوم وظيفة إله. بننتقل لبرج العذراء. العذراء برضو مثل السرطان بهمه جدا الرتابة النظافة والتعقيم، بعدين ببلش ياخد تفاصيل التفاصيل عن الشغل ويحللها لأنه بهمه كتير التفاصيل. برج العذراء بقولك بتفرق معي بالشغل لما أنا أشتغل بالشركة كتير كبيرة وأهتم بتفاصيلها، فأنا ببدع وبعطي شغل أكتر من غيري. بننتقل لبرج حكينا العذراء، حكينا الميزان. برج الميزان من أول يوم وظيفة إله أنا نعسان، أنا مش شبعان نوم، أنا بدي أروح أنام. بس ليش الحكي؟ برج الميزان لما ينعطى له شغل بيشتغله بالضبط دون زيادة أو نقصان، بمثالية. برج الميزان بيشتغل بياخد الأوامر من هون بيشتغلها بالضبط طبق الأصل مثل ما طلب منه مديره أو رئيسه بالشغل، حتى لو كان نعسان مش مشكلة. ننتقل لبرج العقرب. برج العقرب لا بس بتضل قاعد هيك صافن أول يوم، مركز بالأشياء بتصير حواليه، مركز بزملائه، عم براقب، بده يراقب الكل، بده يراقب التصرفات، بده يراقب كل واحد كيف بتصرف كيف بفكر. بعدين
بس يراقب الكل، بيشوف مين أذكى واحد وأشطر واحد في الشغل، بيقعده جنبه بقوله تعال علمني أنت الشغل، لأنه بدي أخذ من النبعة. العقرب عارف شو بده شو بيشتغل. من ده إلا برج القوس، برج القوس ملوش دخل بالعقرب ومش فارقة معه من أول يوم، بيجي حامل معه سماعة سبيكر وحاط أغاني وجاي معه أشياء زاكية وأكلاته ومشروباته، وبلم الكل زملائه حواليه بيحتفل فيهم بأول يوم. إحنا ملحقين على الشغل بس إنه يعني بدري، خلينا نتعرف على بعض نفوت ببعض، ليش الجدية من أولها؟ برج القوس بحبش الجدية بكل إشي من أولها، بحب يكون في جو من اللطافة والمداعبة لحتى ياخذ على الجو اللي هو فيه، بعدين ببلش إبداع لأنه هو أكيد بفكر كتير بالمستقبل وعنده جدية بمستقبله. هلأ بننتقل لبرج الجدي. برج الجدي برضو عنده جدية كتير عالية لأنه أصلاً برج عملي. برج الجدي أهم إشي عنده أول ما يفوت على الشركة بشوف كل واحد شو منصبه وكيف وصل لهذا المنصب وكم بيحصل مقابل منصبه على راتب. بقول لك أنا عندي طاقة كتير عالية فليش أحطها بوظيفة عادية، لا أنا بضل أتعب لأوصل لمنصب عالي لحتى أخذ أجر عالي، لأنه أنا الطاقة اللي عندي بستاهل أجر كتير عالي. هو حدا عملي عارف شو بده وعارف شو بيعطي، فبده مقابل إشي سريع وسهل بنفس الوقت. بانتقالنا لبرج الدلو، برضو عنده اندفاع كتير عالي مثل الحمل لأنه هو عنده ثقة كتير عالية بحاله، عنده طاقة عالية، بقول لك أنا فايت على وظيفة بقدر أشتغلها بمثالية، لأنه عنده مثالية برج الدلو مثل برج الميزان، برضو بقدر يشتغل شغله بكل حذافيره وبقدر يبدع ويبتكر برج الدلو، ولو أعطيته من أول يوم شغل كتير صعب برضو بيشتغله وما عنده فيه أي مشكلة بدون كلل أو تعب. بانتقالنا لآخر برج معنا، هو البرج اللطيف الحساس، برج الحوت. برج الحوت هذا ما عنده مشكلة يحط لك ورق يخطط لك، يحط لك خطة للهدف بدنا نوصل له بالشركة أول يوم دوام. بس أنا ما بشتغل كتير، أنا المجهود الجسدي ما بحبه، أنا بحب مجهود الفكري. هو برج الحوت هو برج حالم جداً، خياله كتير واسع مبدع، فبتلاقيه بيبعد بخياله كتير وبيقدر يحط لك أفكار تدعم الشركة وتنجح فيها. إشي رائع جداً، لازم نشغل معنا برج الحوت إحنا. وبهيك بنكون أنهينا فقرة الأبراج لليوم ببرنامجنا يوم بيوم. وشكراً كتير إلكم، وبدي إياكم تكتبوا لي بالتعليقات إيش بتحبوا نحكي بمواضيع الجاي إن شاء الله. وإلى اللقاء يا أصدقاء. يعطيك العافية. لا الله عافيك حبيبتي، ثانك يو. طب هلا إحنا حكينا على برج الميزان وحكينا على الحمل وعلى كل الأبراج، هل أنت بتشوفي إنه أنا جد باجي من أول الدوام لآخر الدوام وأنا بحكي إن أنا نفساني؟ أول يوم أول مرة لقيت فيك هيك كنتي. أنا أقر بذلك صراحة. كلياتنا نقر. النوم سلطان يا جماعة. بس يعني مش إشي ومنه. بالضبط. مش يكون مليء البرج هذا بالنوم. أنا منه علي اللي حكيتي عن برج الحمل صحيح. يعني أقر برضه بالمعلومة. عن جد الله يسعدك. شكرا كثير لك آلاء، ويعطيك ألف ألف عافية، وأكيد بنشوفك بحلقة بكرة. أكيد الله يعافيكم.